تطبيقا لمادة 178 من القانون التنظيمي 13/14 المتعلق بالجامعات وكذا المرسوم رقم 2/16/301 الصادر بتاريخ 2016/6/29 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجامعة وتتبعه وتعيينه وتقييمه وآلية الحوار والتشاور لإعداده، وعلى غرار كافة الجامعات الترابية بالإقليم باشرت مصالح الجامعة عين المحجر الترتيبات والإجراءات لإعطاء انطلاقة لإعداد برنامج العمل الخاص بهذه الفترة الممتدة من 2021-2027. وفي هذا الإطار تمت الدعوة إلى الاجتماع التشاوري والإخباري بغية ضمان انخراط جميع المتدخلين في مسلسل إعداد هذا البرنامج وبالتالي تحقيق التنمية المحلية المنشودة. الاجتماع ما كانش الإخبار ديالنا بالنسبة للسيد عشان تيد إشراف للسيد العامل، السيد العامل راه صيفط لكم السيد راه كنتو في المصالح ديال الإرتفاع وما تنتحملوش المسؤولية ديال هاد الشيء. على مستوى لا اين نشكر السيد الرئيس على التقديم نتمنوا التوفيق للمجلس المقام. حنا البرنامج ديالنا كما اشار النقطه اللي كانت المتابعه التقنيه، هذه مساله مفروغ منها، يعني كل المشاريع المبرمجه من الجامعه كيتم التاطير ديالها والتتبع ديالها في اطار واحد الاتفاقيه. نتمنوا الله ان شاء الله تبلور في بالنسبه للبرنامج ديالكم. شي برنامج لحد الان ما كاينش شي برنامج يعني على مستوى المجلس الجامعه الترابيه ديال الجامعه ما عندناش شي برنامج. كاين شي برنامج؟ كاينش هو عندكم المشاريع اللي راه تهزت في طرف الجامعه لمده 6 سنوات غادي تصيفطوكم مده حاجه تقريبا من 30 يوم، هذيك الحاجه تقريبا من 30 يوم خصكم تصيفطونا جميع المشاريع اللي غتهزوها. غنبداو في مرحلة ديال الإعداد ديال برنامج العمل، وانتوما خصكم تخدموا معاه باش تجيو للسلطة المحكمة ديال القطاع العام مع ماشي دابا ماشي دابا خصك تكون عندك. هي البرامج السنوية كاين. فوالا جميع القطاعات كاين واحد البرنامج. غير باش نطلعوا عليها ونطلعوا داك باش تكون مواكبة مع الجامعة، غادي نطلعوا على المنصة إن شاء الله وتكون الوفاة ديالكم مرحبا. نحن خلال 6 سنوات المقبلة إن شاء الله سيتم تعزيز العرض الصحي على مستوى جامعات عين المحجر بإعطاء الانطلاقة للمركز الصحي القروي من المستوى الأول على المدى القريب، بحيث انتهينا من عملية البناء، تم يعني تعيين العنصر البشري، كان ممرض لك تعيين هذا العنصر البشري يكون إن شاء الله يلتحق في المركز الصحي في المستوى القروي. ثانيا تم التأشير على الصفقات العمومية المتعلقة سواء بالتجهيزات المدنية أو ماتريال تجهيزات طبية، يعني إن شاء الله العرض الصحي هذه تعزز على مستوى الإقليم، ولذلك هذا العرض الصحي هذه ساهمنا في تجويد الخدمات الصحية، ثانيا في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. وهذاك العناء ديال التنقل كيتكبدوا هذه الخدمات الصحيه، وبالتالي هذه تساهم في تجويد الخدمات الصحيه والرفع في المستوى. هذه الخطوه هي اللي مقرره، بحيث ان كما نعرف ان احداث المؤسسات الصحيه على مستوى الوطني كيخضع لواحد المرسوم ديال 2014-562. بالنسبة للمشروع المشروع زعما كيلقى التطلعات ديالو، ايوا شوية تعرضة بالنسبة للديماراج ديالو، زعما ماشي هادي المناسبة ولكن نورنا دابا كاين شوية تعرضة، حيت كاين شكايات مستمرة. اتصلت أنا عدة مرات بالمدير الإقليمي ما عطانيش زعما شي وقت محدد. كاين 6 سنوات القادمة واش كاين شي مستجدات؟ كاين شي مشاريع جديدة تعطي واحد الإضافة نوعية للجامعة ديال عين المحجر؟ أما هادشي كاع اللي تحتو مع احتراماتي والشكر، هادشي لكن خاصو يتجهز هذه قبل سنتين أو سنة. كما قال السيد الرئيس كان واحد الروتار لعدة أسباب، كان ما هو موضوعي وكان ما هو بين قوسين معقد. حنا دروك اللي برنامج العمل الجديد بغينا نشوفو مندوبية وزارة الصحة أش غادي تقدم من جديد للجامعة.
ما تهضرليش انا على داك المؤلف الاخر، داك الحق راه خاصو يكون كامل و هذا هو اللي كنطمحوا فيه، كنطمحوا ليه خاصه اللي كنركزوا عليه. هذا المستوصف اليتيم هنا اللي بقى هنا بطور الاطلال ديالو، هذا كيما خاصو يتلغى ولا يتدم ولا يتاهل ولا شي حاجه، ما يبقاش بحال هكا. على الاقل يكون واحد المركز الصحي اللي قريب للجامعه. ما داكشي اللي هضرتوا عليه كامل مع احتراماتي، شي حاجه خاص في الفتره السابقه خاص يكونوا كملنا كاع نقيموا العمل ديالو. حنا غير بالنسبه للجامعه الحجر عندنا واحد كيشبه بقاعه العلاج، عندها في المجتمع عندها في بلاد مناجي قاعه العلاج ما كيخصش من الممتلكات ديال الصحه. واش كاين شي امكانيه ان مثلا هذه القاعه ديال العلاج يتحققوا بها الممتلكات ديال الصحه باش يستخدموا الاجهزه ويستخدموا؟ بالنسبه للسؤال ديالكم اللي كيتعلق ببرنامج عمل الجماعه خلال 6 سنوات المساهمه ديالهم ونقول لي زاكسيون الخطوات نقول اللي كيتقاطعوا مع برنامج عمل الجماعه فيما يخص المجال الصحي، بحكم ان انتم عندكم اختصاصات ذاتيه عندكم اختصاصات مشتركه، غادي تحدثوا على الاختصاصات المشتركه. الاختصاصات المشتركه شنو الجامعه قد تقدم في المجال الصحي؟ مدابكم نتوما اللي تعطيونا كاين شنو تقدروا تعطيونا في المجال الصحي وتعطيونا احتياجات الساكنين حنا كنحدوها تنتوما ايضا بحكم القرب ديال الساكنه عندكم واحد القدره كبيره احسن منا افضليه بانكم كتواصلوا مع الساكن. ايضا يمكن تعطيونا احتياجات الساكنه وكيكون نقاش شنو حنا نقدروا نديروا. كما قلت لكم حنايا الاحداث ديال المؤسسات الصحيه كيخضع للخريطه الصحيه كما قال فيهاش نقاش نقولوا عدليه. الحمد لله دابا البرنامج اللي مارس السيد الدكتور الشهور حنا مستعدين باش نعطيو الجامعه البرامج اللي غتكون في السنوات القادمه ان شاء الله. المساعده التقنيه مرحبا، انا ديما كنقولها للجماعه اي مساعده تقنيه مرحبا، ديفيش تكنيكي مرحبا، حتى التقنيين ديالكم اذا بغاو يلتحقوا معنا في المديريه شي تاطير شي تكوين ما كيحتاج شي مشكل، الابواب تاع المديريه ديالنا محلوله لجميع الاطر التقنيه ديالكم مرحبا. غير بالنسبه للمناسبه باش نذكروا بالطريق الاقليميه رقم 6036 اللي هي في طور ردات المشروع ان شاء الله، ذلك 9 كيلومتر قريب فاصله 5، مده الانجاز ديالها راه 11 تاع الاشهر وان شاء الله التتمه ديالها راه اونكور غير تكمل ان شاء الله. هذيك راه الدراسه تاع ديك 4 كيلومتر اللي باقيه راه ان شاء الله غتكون. بالنسبه للطريق الجهويه رقم 607 اللي كتربط بين العيون وجراده كاين واحد الدراسه اللي راه هي في الطور النهائي ديالها اللي كتشرف عليها المديريه الجهويه تاع وجده واللي دخلت هذا الترونسون ديال حتى العيون حتى هي راه داخل فيه. الطريق الوطني رقم 6 الحمد لله راه زعما في واحد المستوى اللي هو كنقول فوق المتوسط. كان شي ملاحظات شي استشارات شي حاجه حنا المديريه الاقليميه راه مديريه اللي هي مفتوحه لا للجامعه ولا للمجتمع المدني ولا لاي مسائل كتشوفوها ضروريه للتشابك. مرحبا. عطيتي امكانيه حول اصلاح بعض الطرقات اللي كتعلم واحد المشكل تاع واش هذا الشيء دابا فوار ولا غير ذلك؟ واش تكون شي فكره في المستوى هذا؟ السياسه تعاني ولا كتعاني؟ كنشكرك على هذا التساؤل وكنتمناو يبقاو هذا التواصل لانه غير باش تحطكم في الاطار حنا الشبكه الاوروبيه في الاقليم تاع التلاميذ راه كتعد من اكبر الشبكات في الجهه، يعني كتعدى واحد 851 كيلومتر من الطرق المعبده، دونك راه حتى الصيانه ديالها ماشي كتعطل لنا نظرا زعما الاكراهات في الموارد البشريه باش دير لها كوفرتير يعني كامله، يعني كيبقى هذا التواصل ديال الجماعات. ومناسبه باش نشكروا الناس نتاع السلطه المحليه بشكل تلقائي هما كيتواصلوا معنا في زعما بصفه مستمره وتشاوريه في هذه المسائل. دونك هاد الصيانه راه من الاختصاصات ديال المديريه الاقليميه للتجهيز، المديريه الاقليميه للتجهيز والماء، المسمى الجديد ديالنا هو المديريه الاقليميه للتجهيز والماء، ما كناش لوجيستيك والنقل، دونك راه المديريه تاع لوجيستيك والنقل في وزاره البيئه. حنا انا بصفتي رئيس هاد المصلحه نتاع الصيانه الطرقيه بالمديريه، دونك حنايا فوقاش هنا كنديروا واحد البروغرام، كنديروا واحد البرنامج كنديروا لهم اسبوعي عندنا فرق، عندنا واحد العديد نتاع فرق تاع الصيانه، كل فريق فاش مختص. كاين فريق مخصص غير هادشي تاع الحفار كنسميو حنا لي دو بول بهاد لي تيم تكنيك، دونك عندنا اليات مخصصه لي ميكسيون ديالهم لا كرافي ديالهم
يعني عندنا واحد 4000 هكتار. يعني بالنسبه لنا حنا شنو ممكن اننا التدخلات اللي ممكن اننا نديروهم، يعني كاين الاصلاح الميكانيكي للشعاب والاوديه، وكنا مبرمجين السنه هذا بالنسبه لهذا العام 2021 2022 هذا الموسم كنا دايرين داك الاصلاح الميكانيكي عن طريق داك لي سوي اون غاب الغابيون دوك الشعاب اللي كنديروا لهم المعالج. يعني الامكانيات المتوفره ما كانش ممكن اننا نبرمجوها 22 23. هذا من هذا جانب، كاين الجانب ديال اصلاح المسالك المتضرره واللي اللي كاينه في الدومين فورستي المتواجده في الملك الغابوي، وكنا درنا واحد مع المجلس القديم الاصلاح ديال المسلك اللي كيدخل من الطريق اللي غادي للجراده وداخل الحديين المضمض، اطار شراكه مع الجهه في اطار كنا درنا واحد كونفونسيون باش انه تم الاصلاح ديالو، هذاك راه معروف. يعني بالاضافه ديال هادشي كاين واحد المساله اخرى ديال التشجير، التشجير يعني في الدومين فورستي، ومن الاهداف ديال الاستراتيجيه هي انها تحاول انها يعني تجعل القطاع اكثر تنافسيه واكثر حداثه عن طريق احداث مشاتير وعن طريق عصريه من اجل يعني تزويد التيران يعني الارضيه يعني بالشتلات الغابوي. هادو هما تقريبا يعني العناصر اللي ممكن اننا نانترفينيو فيهم في هذا الخصوص. هذا بالنسبه لهذا الحضور، يعني باعتباري تكليف المبعث السينمائي ديال التقليمي، مادام هاد الاجتماع تشاوري واخباري لا يسعني فرده الا ان اقول واحد الكلمه يعني مقتضبه، وهي ان المديريه الاقليميه يعني بصفه خاصه المديريه الاكاديميه تاريخ الوزاره مفتوحه على هذه على جميع الاقتراحات والتوصيات والحافيات في حدود الامكانيات، ونحن يعني لما لازمنا في ربما في بدايه التشخيص اذا كان الامر يتعلق بالمدرسه الجماعيه يعني بهذا الجماعات الحجر انني نعطي واحد الراي بلا مرحبا. اما بالنسبه للمشاريع المبرمجه او كذا يعني ربما سيستغرق بعض الوقت لاعطاء المشاريع التي ستبرمج. التعليم درك ما بقاش عندنا مبرر ان نقولوا في حدود الامكانيات المتوفره، خاصه الاعداد خاصه هذا الطوبيس ديال باش تنقيت العقل، يعني هذا المسار ديال التمدرس بجامعه الحجر على الموسم القادم خاصو ينتهي، لان ارتكبت اخطاء عديده في الموسم السابق واللي قبله واللي جعلتنا نعيشوا واحد الاكراهات لا تتصور، اذا ما خصناش نوليو بها. يعني هذه رساله كنقولوها للسيد المدير الاقليمي ان المشكل ديال التعريف على الحجر خاصو ينتهي. راه رئاسه المجلس السيد القائد لفعاليه المجتمع المدني تحمل ما فيه الكفايه لترقيع ما يمكن ترقيعه. هذه رساله خاصها توجه. بالنسبه لفرج حسين هذا واحد البرنامج اللي يسموه تبني الحياه، هو داخل في اطار لا ار اس او يعني لا ريسبونسابيلتي سوسيال ديال الشركه، يعني المسؤوليه الاجتماعيه ديال الشركه اللي هي ماشي شي حاجه اللي الزاميه، ما كاينش شي قانون اللي كيقول بانه الشركه خاصها دير لا ريسبونسابيلتي، ولكن حاجه تطوعيه ديال الشركات اللي شافوا بانه راه شركات كيستغلوا الموارد ديال المنطقه على من ناحيه ديال التراب ولا من ناحيه ديال الماء، وعندهم حتى واحد المسؤوليه في داكشي ديال البيئه لا بوليسيون، يعني من الواجب ديالهم انه يخصوا واحد الميزانيه اجتماعيه بالنسبه للساكنه اللي في الدائره الاولى ولا الدائره الثانيه، لكن ما كنقصد الدائره ماشي الدائره ديالكم نتوما، دونك الدائره ديال لا زون ديال لوزيل بروميير سيرك ودوزيام سيرك، واحد الميزانيه ما عادش نقول شي ميزانيه كبيره ولكن كتبقى تقدر تكبر مع الوقت. دونك هاد لا ار اس او كاين واحد 4 ديال لي زاكس اللي حددتهم الشركه باش ما يكونش
شكون داك التوجه ديالها يعني واضح، كاين ليدوكاسيون دونك التدرس، كاين التعليم، كاين البيئه، وكاين لونبلويابيليتي التشغيل. ماشي التشغيل ماشي معناته انه الشركه تشغل الناس، ولكن تحاول تعاونهم في نطاق الجمعيات ديالهم او لي فورماسيون باش يقدروا يخلصوا هما يخلقوا واحد فرص الشغل ديالهم. وكاين الصحه، دونك هادو هما لي زاكس اللي نقدروا نخدموا فيهم مع هاد الجمعيات. وهنا نكد مزيان على الاطار ديال الجمعيات، انه ممنوع للشركه باش تخدم مع الدوله ديريكتومون، باسكو القوانين ديال الجروب كامل في لو مون كيمنع لينا انه نديروا شي حاجه مع الدوله، باش انه تقدر تحسب بحال شي حاجه ديال نوع من الرشوه ولا. دونك في اطار ديال لا كومبليونس ديال الشركه كنخدموش نخدموا مع الدوله ديريكتومون، خصنا نخدموا مع الجامعات مع الجمعيات. دونك ما غاديش نقول بانه حرقه في السنين السنوات اللي فاتوا. بالنسبه لي انا الشركه ما كانتش دايره شي حاجه كبيره، غير واحد لي زاكسيون ديال نقولوا الكارطابات ديال راس العام، واحد لي زاكسيون مشتتين. ولكن مور لا فيزيون اللي دارت مع لافارج والسين، دابا كاين واحد لو سيرفيس خاص بهذا الشيء ديال الارسو، المسؤوليه الاجتماعيه ديال الشركه، وكاين واحد لو بيدجي كيما قلت لكم. هذا البيدجي قادر انه يطلع شويه بشويه، ومستعدين انه نصرفوا هذا البيدجي كامل. ما خصنا نخلي حتى شي فرنك عاد يرجع للشركه، كلشي يموت هنا. دونك راه حنا بدينا نحاولوا نتصلوا شويه بشويه بشوي بعض الجمعيات، نشوفوا شنو هما الخصائص اللي كاين كاع في هذه الجوانب، هذه لي زاكس بربعه. وبدينا بواحد كلكو زاكسيون، دونك هذه ديجا واحد دو زون ولا تروا زون. يمكن بزاف الناس ما سامعينش عليهم، ولا لانه حنا ما كنديروش داك الهايلالا ولا داك الاشهار ولا. كنحاولوا بعدا في داك لو بروميير سيركل ديالنا كنحاولوا نديروا واحد ليزاكسيون، ومازال ان شاء الله كاين واحد الافكار وكاين واحد المشاريع اخرى نقدروا نديروها، باش ما نبقاوش نحصروا الخدمه ديالنا في ديك تعطي لهذا الفلوس ولا تعطي لهذا الفلوس. ماشي هذا هو المرجو. حنا كنتمناو انه يكونوا جمعيات اللي قادرين انه يخلقوا كما قلنا واحد ريشيس، وحنا نحاولوا نعاونوهم زعما في البدايه ديالهم، نحاولوا نمولوهم، نحاولوا نمشيو معاهم، ومن بعد يوليو هما يتكلوا على راسهم. ما نولفوش ديك القضيه ديال كل خطره نبقى نعطيك انا واحد المونطون ولا، هذه زعما اخر حاجه الواحد يتمنى ديالهم. بون نتمنى انهم نلقاو مع من نديروا هاد ليزاكسيون كاع في هاد ليزاكس كاملين، وكنشكركم على هذا اللقاء. شكرا. على اساس الجمعيه اللي غادي تدعموها تكون بالتشارك، حتى حنا ندخلوا في اطار معكم باش داك المشروع يخرج للوجود، يكون مشروع ملموس كما شرط السي محمدي، ما يكونش شي مبلغ اللي غتعطيه وكيدوب. خصنا شي حاجه اللي كتبقى وتساهم في التنميه تاع الجماعه. دونك الجمعيات اللي غادي ينالوا الدعم ديالكم يكونوا بصفه تشاركيه، هادشي اللي هضرنا عليه المره اللي دازت، وهذا هو اللي شرحنا عليه في هذا البرنامج العام ان شاء الله اللي غادي يكون، باش ننسقوا معكم ويكون تنسيق ونمشيو حتى حنا الدعم اللي غادي نديروه يكون في واحد البلاصه لواحد الجمعيه اللي غادي دير شي حاجه اللي تبقى ملموسه. نهار الخميس ولا الجمعه كان عندي واحد اللقاء مع الرئيس ديال السونتر ديال الدول في التوريد، ودرنا واحد لا كونفونسيون راه كو ديال السيناتور باش بور لا فورماسيون ديال واحد العدد ديال الناس. كما ديما كنأكد على السكينه ديال او لا بريوريتي ديال السكينه ديال الحزاب مزيان لا فورماسيون عندهم، دونك الشركه تاخذ تتمول هذيك لا فورماسيون ديالهم الانترنال ديالهم تما بوندون توت لا سومين، ونشوفوا واحد عندهم واحد الموديل اللي يقدروا يفورميو دي جون باش يحاولوا يعطيوهم واحد لو ميتي ديالهم، ومن بعد نقدروا هاد الناس هادو اللي تخرجوا اللي مستعدين نقدروا نعاونوهم بديك الادوات باش غادي يبداو باش يكونوا مسمى. يعني بحال هاد النوع ديال لي زاكسيون اللي فريمون الواحد يتمنى انه يشارك. كنعرفوا بانه الموارد ديال الجامعه كتبقى محدوده، ما نقدروش نديروا بها طبقان، ما نقدروش نديروا بها بزاف الامور، ولكن بناء على داك التشخيص اللي كنديروا نقدروا نطلبوا من المصالح الخارجيه المد ديالهم باش يعاونوا. عندنا اول ثاني اذا كنتو تبعتوا العرض ديال السيدر دور اللي تنديروا واحد التشخيص تندوزوا للتحديد ديال الاولويات، لانه حنا ما عارفين بان الجماعه ديالنا
عندها خصائص مجموعه ديال الحوايج، ولكن كنعرفوا بانه ما نقدروش نحققوها كامله، ولكن خصنا ندير واحد الترتيب ديال الاولويات. وموراها ملي كنديروا الترتيب ديال الاولويات كندوزوا للتقييم ديال الموارد ديال الجامعه، نشوفوا واش هاد الاولويات اللي درناهم واش نقدروا نحققوها في البيدجي ديال الجامعه، ما نقدروش، وتما كنقدروا نطلبوا من مصايب اخرى يعطيونا برامج ديال اذن الزاميه ديال هذا البرنامج عمل الجماعه. خصو يكون هو الواقعي، لان حنا عندنا اليوم ما كنهضروش على واحد الاستراتيجيه، ملي كنهضروا على برنامج الفرق ما بين استراتيجيه وبرنامج هي في المده، كنكونوا عندنا شي حاجه اكثر من 7 سنين في لون تيرم كنهضروا على استراتيجيه، ولكن ملي كنكون شي حاجه عندها واحد المده محدوده كنهضروا على برنامج. اذا البرنامج ديالنا اليوم خصو يتسم بالواقعيه، خصنا نعرفوا من هنا عام ولا من هنا عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين فين خصها تكون هذه الجماعه باش نحطوا راسنا في السكه الصحيحه. البرنامج ديالنا اليوم هو قابل للتحيين بعد 3 سنوات موجب القانون، وعنده الزاميه ديال التقييم ديالو في كل سنه. كل سنه كنقيموا هذاك البرنامج ديالنا ونشوفوا فاش وصلنا، فين حققنا، شنو زدنا، شنو نقصنا. انا من هذا المنطلق كنلتمس من المصالح الخارجيه، انا كنعرفوا بانه يمكن شي حاجه نديرها بوحدي وحده ما تتصفرش، ولكن كنطلب منكم الله يجازيكم بخير تمدوا لنا يد العون في هذا باش نقدروا باش تقدر الجماعه ديالها الحجر بطبيعه الحال تحقق ما يمكن تحقيقه بالمساعده ديالكم، لان عارفين بان كاين بزاف ديال البروغرام في الصحه في التجهيز في هذا. وحنا بناء على داك التشخيص ديالنا شوفوا لنا ديك الساعات مين غادي نطلب منها، نطلب منكم السيد الرئيس تعطيو واحد الاولويه لهذوك المقترحات ديالنا باش نعرف باش يمكننا نحققوهم من بعد.